أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا Tell
حسب وسلوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم.